اتفقنا أن هناك علاقات وثيقة تربط بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم، علاقات تورطهم في أنهم يسهلون التجنيد وانتقال أشخاص آخرين إلى مناطق القتال. وهنا نسأل دكتور أحداث، ما المغري في هذه المنظمة الإرهابية؟ كيف تستطيع، ما زالت تستطيع رغم كل ما نتحدث عنه من قوة للقوات الاستخباراتية في البلدان المعنية، ما المغري في هذه المنظمة الإرهابية حتى تستطيع مواصلة التغرير بهؤلاء الشباب؟ صحيح سؤال سيدتي، لأن ربما يمكن أن يعتبر الجواب عن هذا السؤال هو مفتاح اللغز. لاحظنا أن برنامج مصالحة بالمغرب أعطى نتائج طيبة. الوقاية قبل المرور إلى ارتكاب الفعل ممتاز، دليلنا على ذلك هو عدد الخلايا التي يتم تفكيكها، والدليل هو ما وقع هذا الأسبوع. يبقى العمل على مستوى تجفيف منابع الفكر الديني العنيف وتجفيف منابع الفكر الديني المتطرف، ربما هنا الحلقة العشة أو الحلقة الضعيفة التي يتعين أن تؤخذ على محمل من الجد لإمكانية فهم كيف يمكن أو ما هي جوانب الإغراء في عملية استقطاب مثل هؤلاء الأشخاص المجندين وإرسالهم إلى أماكن القتال. دعيني سيدتي أشير إلى نوع من التقاطعات بين الخليتين اللتين تم تفكيكهما منذ أقل من 3 أشهر، الأولى بالناظور، عنصران بالمغرب، 10 بمليليا وآخر بغرناطة، وبعد 90 يوما بالتمام والكمال يتم تفكيك خلية أيضا أحد عناصرها بالمغرب بشتوكا بالمناطق الجنوبية، وعنصران بإسبانيا. الخاصية المشتركة بين هاتين الخليتين هو نزوعهما إلى عملية جنيد. معنى هذا أنهم ليس أو على يتحل ما وصلنا من معلومات، لأن التحقيق القضائي هو الكفيل بإبراز مخططاتهما على وجه الدقة، ولكن ما رشح من معلومات تؤكد على أن الخليتين هدفهما هو الاستمرار في تغذية جبهات القتال، لا سيما بالنسبة لداعش. فإذا نلاحظ على أن هناك نوع من التحول من الانتقال من استهداف، على الأقل بالنسبة للخليتين الأخيرتين، استهداف مؤسسات عمومية أو أهداف داخل المغرب، وصولا إلى تغذية جبهات القتال. ولكن أيضا لقولي أو لوضع الأصبع على أحد جوانب الحقيقة، وهو أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية والدولية تحدثت عن أن المغرب بالحرف جنب إسبانيا حمام من الدم، وهذا يعني ربما على أن المخطط المبدئي هو الاستمرار في تغذية جوانب أو جبهات القتال، ومن جهة أخرى الاستعداد لأجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل التراب الإسباني أو في مكان ما خارج جبهات القتال. والعنصر الثالث المهم الذي يمكن أن يقنعنا أو أن يقودنا إلى الإجابة عن سؤال ما الذي يغري في الانتماء إلى مثل هذه الجماعات المتطرفة، سوف نلاحظ بالعودة إلى الإحصائيات وإلى مجموع الدراسات العلمية التي أنجزت بالمغرب وغير المغرب، كلها تؤكد على أن أعضاء هذه الخلايا كلهم من ذوي المستوى التعليمي المتدني إن لم يكن المنعدم، وهؤلاء يسهل غسيل دماغهم وأيضا تنشئتهم على الفكر الديني العنيف والفكر الديني المتطرف، وهذا أيضا يمكن أن يقود مثل هذه الحقائق العلمية هي التي يمكن أن تقود إلى تأسيس سياسة جنائية كفيلة بتجفيف منابع الفكر الديني المتطرف والقضاء عليه في مهده قبل المرور إلى تشكيل الخلايا أو إلى ارتكاب أعمال إرهابية هنا أو في مناطق أخرى من العالم.